خرجنا بحكم مواطن قلت له يقول لي علاش الله يرحم كل ولدي ويقول لي يا راه انت بما تتاجر في المخدرات تقول لي وتخشك راه قلت لي باش عرفتي باش خرجتي قلت لها شحال قلت لي بجوجونس قلت تقول هذا باش الراجل قلت لي والله حتى جوجونس قال لي انا تلعيتي ليا سنتك الجميلونس وعطيتيها ليا فهمتيني عطيتيها ليا قلت لي ما انا عيط لك قال لا انت عيطتي لي قال لي والله لا صورتي مني حاجه حق قال لي والله لا صورتي مني شي حاجه انا سميت شي بربيع خالي كنت غادي بالسياره ديالي غادي نتغدى شفتني واحد البوليسي فين كنت كنضرب في التليفون شفتني قال لي الاوراق عطيتي الاوراق عاود بحكو لقيت بدا كيهضر في التليفون لونصاني دخل لونصاني وعيط لي انا صحيت وعيط لي الاوراق ديالي هو يشدني شدني بحكو يا شفتني من صدرات السروه قلت له لا علاش شفت من صدرات السروه ملي جاي قلت له الاوراق هاد الطروبيل كلش قدامك علاش قلت لي لا زني شو كان ادي الفلوس انا نخلص لك فين انا كنت نضرب في التليفون يا دي جاو داروا لي المينو صح دار لي المينو بحكا يا زوني جاو زو الطوموبيل داو في ديباناج هزوني نادو لي الكوميسيريه ما فهم هو اللي كيقول لي ما قول لي علاش ما بغاش يقول لي علاش يعني ما بغاش لا اه ما بغاش يقول لي علاش يا هذيك مشاو حتى هي في كتسكون قلت لهم كتسكن في زي الخير هزوني داوني الدار قربوا الدار كلمه حد ما يطلع حد هو ادخل عليه ولادي وداك الشيء يا هذيك يا هذيك طلعوني بحال الدار مولا شافوا المراه تخلعات تخلعات قالت لي علاش مالو علاش هادين قال ما فهمتش انا علاش هذيك هو يخرجني خرجنا بحال هكا مو قلت له يقول لي علاش الله يرحم لك الوالد ويقول لي يا راه انت بما تتاجر في المخدرات يقول عندنا شط الراجل قلت له شنو هذه شنو هذه واش دير عندي كاميرا في الدار دير عندي كاميرا في الدار قلت له انا راه هي كاميرا عندي في الدار قلت له انا كنصلي عشان كندخل ما كنخرجش انا كاع في السنقه انا كاع انا اصلا ما كنكملش لا كارو ما كنعرف شنو هذه الميحيه شنو هي هذيك جيت تبت في حاجه في الكوميساريه استعد الوكيل قال لي استعد الوكيل قال لي فلان فلان انت كتعزف المخدرات يا استاذ شدي حويجي وحاول الخدمه هذا حويجي ديال الخدمه ويقول لي يا انت كتعزف المخدرات قلت له انا قلت له انا كان راه ميكانيك راه معروف بارتي ديالي في سوا هي موين طاكسي سول لي اي واحد سول لي انا راه ميكانيك ويقول لي يا اش بينك وبين السيد قال بيني وبينه والو انا السيد راه ما كنعرفوش انا السيد اللي حط لي هذا البلان هي بينك وبين حتى شي حاجه كثير ما عمرها طايت مع شي واحد ما بيني وبين حتى مع حتى شي واحد ما عنديش شي حاجه ديال تم التقديم ديال تمام من بعد شنو وقع فعرض لي التمديد عرض لي التمديد عاود بت الغد جا حد الدري كنت عاود لي المدام جا حد هو تختي قال المدام قال لها خص تديري محامي قالت لي لا المدام هذه لا علاش غندير محامي قالت لي راجل راه ما كيبيع ملاحي ما كيكمكارو ما كيعرف قلت لها ما انا راجلي هذا قلت لها واش كاينك كملا لا كارو ولا حتى شي حاجه يا دي قال لها واش باقا تثيق بالمخزن قال لها تاخذ البوليس قلت لها لصقوا لي شي بلان ولا شي حاجه قالت لي المراه ما قالها قالت لي شحال شحال قال لها 40000 قلت لي لا قالت لي قالت لي بزاف 40000 وداك الشيء 40000 ديال المحامي المراه جبت لي مع خاصه مع مع خيتها ومع مع بواها كان بواها هو حارس قال 30000 ريال واحد شويه وي شاد قالت لي المراه ندخل نشوف المحامي الله يرحم الوالدين ولا تشوف محامي راه باش تشوف محامي قالت لي قال لها ايه ديك مشاو تاع المحامي من مرتي ما شافش كاع المحامي كاع كيقول لها راه المحامي وصافي حتى تاكدت لي انه انت محامي ما تبقى لا جو ذاك المره الاولى ما جاش ما كنتش جاش معايا المحامي كاع المره الاولى مرتي انا جو واحد يلا سول لي وكيل سالينا دخل بحال هكايا قال لي صافي الوكيل قال لي سير باص مشيت بحال بلاصتي ويبان لي ذاك المحامي قلت انا نسولو كيفاش تكون داير قلت له شفت له وصلت نسولك ويدير لي بحال قال لي لا من جهه دقيقه كاين الكاميرا هي ديك زاد بحال هاجو انا صافي هذيك خرجت انا الدراري كلهم هذوك اللي كانوا معتقلين معايا عطاهم واحد الورقه ديال الكفاله انا خرجت مع ديال الكفاله الاول خرجت بحالاتي زدت كتحب راسك انه لا خرجت دابا خرجت انا تلاقيت مع الدار وداك الشيء مشينا للدار نزلوا الدار بحال هكا مشيت لريحت واحد البيت ناس بحال قلت للمدام قلت لها سخني حيد ريحه الكعره وداك الشيء هي هذيك تقول لي وتختك راه قلت لها باش عرفتي باش خرجتي قلت لها شحال قلت لي بجوجونس قلت تقول عندها باش الراجل قلت لي والله حتى جوجونس قلت تقول عندها باش الراجل قلت لها لمن عطيتيها قلت لها لمن عطيتيها قلت لي عطيتيها لولد خشيك فلان نورتي قلت لي واش كتخرطي قلت لي والله تبصح هي هذيك قلت لي عطيتهم اليوم ونص باقي قلت لي
تتخرج قالت لي خاتم مع ميلغوس تيخرج ويعطيك المليون ديالك. هي ديك الصباح انا مشيت للمحكمه، مشيت كنجري للمحكمه قلت لهم انتما قلت لي خرجت بكفاله بجوج ميلغوس قري هاد الورقه ديال الكفاله. قال لي سير بحال مع ديك ما عندك حتى شي حاجه انت تا قال لي مع ديك وي واش اختي عطاك شي ورقه قال لك مشيت قال لك اسيدي طلعت عند الوكيل قال لي الوكيل مشيت عطيت عند الوكيل قلت له درا تعرف النصب وهداك الشيء من طرف ولد الاخت صبعي قال لي سير كتب واحد الشنكيه وطلع عطى البوليسي طلع عليا طلع سير المراسل بقيت كنتسنى بحال قالت لي فين يسكن السيد قلت لها كيسكن في العربيه فلان فلاني قالت لي انت تابع جدرميه ديال الدروه مشيت لجدرميه ديال الدروه عطيتهم هذيك الشكايه بقايت بقايت كنمشي ونجي عندهم كنمشي وكنجي كنمشي وكنجي طيبوني عيش بقايت كنمشي كنجي كنمشي وكنجي هي هذيك طلعت عند الوكيله الله يجزاها بخير هذيك السيده مسكينه تعاملت معايا مزيان عيطات ليهم قالت لي مودي السيد الميكانيك علاش ما سامحتوش ليه هذه من هذه هي هذيك جيت عاوتاني رجعت هذاك السيد ما هذاك التملاكين ما تصرفش معايا مزيان قال لي قلت له دراسه الاستاذ العطيفه قلت له ودي راه الاستاذ قال لي خرج برا خرجت بحال هكا برا صافي بقيت واقف كنتسنى والو ما دار معايا والو استحالات عاود رجعت عندها استحاله المركز القضائي ديال الدار عاود رجعت عندها عاود عيطت لواحد الضابط عاود ثاني هذوك الثلاثة واحد السيد قال لي علاش كتسول قلت له درا واحد السيد واحد الدوسي كاين كاين راه ما بغاوش يسمعوا لي الناس هي هذيك عطاني الدوسي ديالي جبت جوج ضربين هنا لابيجي هنا جاي ما انا هو مشينا بعد دزنا لابيجي عيط قال جيبوا المدام جبت المدام بحال هكايا قال لي انا تنعيطي ليا سنتك الجميلونس عطيتيها ليا فهمتيني عطيتيها ليا قالت لي ما انا عيط لك قال لا انت عيطي ليا وقالت لي جبت الابيل فهمتيني لا قالت لي جبت الابيل السيد ولا كيدخل ويخرج في الهضره قال لي لا حاجه عيط ليا اختو وين قاز داك اللي شدنا سميتو موسى قال لي او انت ما بقاش قال لي عيطت لك هي صافي هذيك انا قال لي كاين الشهود قلت لها ما كاينش الشهود هما هنا كاين برا شويه ولي واخا اللي مشى نهار الحد وعيط ليا حد عيط لي وجد لي شو عيط لي قال لي انا في النواصر اول شيء غنهز الدراري ندير في النواصر قال لي انا في النواصر صافي انا قلت لها قال لي انا في النواصر وصل معايا النواصر صافي قلت دريت في النواصر قال لي صافي الدراري غنمشيو بحالنا واش انا غنمشيو للنواصر قلت لها غنمشيو للنواصر صافي وانا نجي صافي زدت حالات انا زدنا بحالاتنا عاوتاني عيطوا لينا عاوتاني مشيت عندهم قلت لهم هذاك قال لك سجلنا الشهود مشيت جبت لنا الشهود قال لك تسنى بلاتي صافي هاد الشهود قال لي شنو حنا خدامين ما غنبقوش نتسناو سير الله يسهل عليك دابا حنا جينا قال لك حنا بغينا نشهدوا بالحق حنا شنا السيد حتى المدام عندك عطاك السيد الفلوس حنا كنا حاضرين الفلوس بعد عطاتهم لي صافي هذيك صافي انا بصراحه تقهرت ما بقيتش باغي صافي تقهرت ديال بصح ما سيدنا والسيد الحموشي دخل سيدنا وسيد الحموشي دخل الناس تكرفتوا عليا بصح وباقي دابا كيهدوا فيا باقي دابا كيهدوا فيا قال لي والله لا صورتي مني حاجه حق قال لي والله لا صورتي مني شي حاجه واش انا ميكانيك بصنعتي غنمشي نضرب ليا الماحيه انا بصنعتي حتى انا راه واش انا علاش بيني وبين شي ماحيه انا بصنعتي انا ميكانيك معروف بارتي ديالي دابا كطالب بالانفاق ديالك عطوني حق من هاد السيد هذا